وتعالى بعد اذنك نبتدي بالبطولات المستقله اللي هي بتبقى دايما على هامش اي بطوله، بيبقى دايما في بطوله مستقله كده، وايا كانت الرياضه لما يكون فيها لقاء بين الاهلي والزمالك بيتقال عليه لقاء قمه. تعالى نبتدي بلقاءات القمه اللي حصلت الفتره الاخيره بين الاهلي والزمالك في مختلف الرياضات، كانت ايه ظروفها ونتجت عنها ايه بالظبط؟ هي في الفتره الاخيره كانت السياده بشكل كامل للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت تحديدا، يعني تتكلم على العاب الصالات على العاب الصالات تحديدا، كان كل المباريات اللي كانت اتلعبت خلال الفتره الاخيره يعني خلال شهر تقريبا، كان كل المباريات دي كان الانتاج بتاعها فوز النادي الاهلي بكل لقاءات القمه اللي كانت اتلعبت. كانت لعب خلال الشهر ده 3 مباريات في الكره الطايره رجال، الاهلي قدر يفوز بيهم كلهم 3-0 و3-1 و3-0. كانت لعب مباراه كرة سلة سيدات بين الأهلي والزمالك، كانت نتيجة عريضة، وكان حتى تم اتخاذ قرار من نادي الزمالك بتسريح فريق كرة سلة سيدات في الزمالك، الفريق الكبير وصلت للدرجات دي. نتيجة 122 كده. ايه المنافسات اللي حصلت في الماتش خلت قرار زي كده؟ الرقم الأهلي فاز بنتيجة بفارق 70 بونت اوف 122-52. فهو احنا عرضنا ده يا كريم لا رقم اوروبا ضرت لنا فعلا، ان احنا استفدنا تريبل سكور ودخلنا في الاهلي استفاد من النتيجه دي كمان، يعني مش تحقيق نتيجه بس. لما تم تسريح فريق السيدات في النادي الزمالك، الاهلي قدر ان هو ينتقي لعيبه من اهم لعبات جيلها. انا واحد من الناس شايف ان هتكون من اهم لعبات مصر خلال السنين الجايه، هي بنت اسمها يارا اسامه، بنت هيله مميزه جدا وهتليق بالنادي الاهلي، يعني هتكون صفقه وتدعيم قوي، تقدر ان انت فعلا تقول البنت دي هتبقى في يوم من الايام هي هتبقى جوهره من ضمن الجواهر اللي موجوده جوه فرقه النادي الاهلي في الباسكت. فالفتره اللي فاتت تحديدا لا، كانت السياده والهيمنه للنادي الاهلي في كل يعني حتى في رياضات كتير، وكان منهم مباريات على ملعب نادي الزمالك تحديدا. كمان الاهلي ما كانش بيفوز في ملعبه او في ملعب محايد، أيوة. بس لكن ده حتى كنا بنفوز على الزمالك في ملعبه. مباراه يعني المباراه اللي كانت لعبت في الدور الترتيبي من دوري كره السله الرجال كانت على ملعب صاله الزمالك، والاهلي قدر انه يفوز بالمباراه دي وفارق مريح برضو. اول امبارح بنات اليد كانت اليد سيدات برضو كان يوم الجمعه، كانت المباراه على كان ففازوا 23-21 على صاله نادي الزمالك. الاهلي كان كسبان كمان الشوط الاولاني 12-8، يعني كان فارق، وكان الجيم طبعا في النص الدنيا بقى الزمالك بيحاول يرجع، لان الزمالك برضو عنده جيل كويس في البنات في الهاندبول. لكن احنا التدعيمات اللي تمت السنه دي يعني طبعا اكيد لازم الواحد يعني يكون امين ويوجه التحيه لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، الراجل دؤوب طول الوقت بيدور على انه التدعيمات او ايه الدروبات، بيبص على المشاكل اللي موجوده في الفرق. يعني احنا لو بنتكلم دلوقتي على ارقام، الاهلي محقق نجاحات كبيره جدا، لكن هو الراجل ماشي النجاح شيء كويس، لكن انا لازم اشوف ايه اللي جاب اللي عندي او ايه المشكله واروح اشتغل عليها ان انا احلها. ممكن واحد تاني يبقى فرحان ان انا كسبت مباراه وان انا ابقى يعني. هل اللي حضرتك بتقوله ده استاذ محمد هو السبب في تفوق الاهلي هذا الموسم خاصه في العاب الصالات تحديدا على نادي الزمالك؟ يعني نقدر نقول لا، هو انت كده بنيت السنين اللي فاتت كنت بتبني، بس ما كانش الفروقات بهذا الشكل او هذا المستوى. انت دلوقتي بتتكلم ان الموسم ده تحديدا انت معدي في كل الالعاب تقريبا وبسكور برضو فارق بشكل كبير. مظبوط. انا اقول لحضرتك على حاجه، هو كده بالنسبه للرياضه النسائيه الاهلي سابق فيها بشكل كبير جدا عن بقيه هي مصر سابقه يعني فيها، خلينا نقول عدد بس الاهلي كمان مركز يعني مع الرياضه النسائيه بشكل كبير جدا بكل الفترات اللي فاتت. طبعا طفره كبيره، يعني يكفي ان احنا نقول ان الميداليه اللي اتحققت، ميداليه الاولمبيه اللي اتحققت للنادي الاهلي في اولمبياد طوكيو كانت عن طريق دكتورة جيانا فاروق، كان كده بنت مصريه يعني. وبالحديث يعني بذكر حضرتك انه احنا لما كنا بنقول في اولمبياد طوكيو ان البنات كانوا، احنا جبنا 6 ميداليات اولمبيه في طوكيو، 3 منهم لبنات و3 منهم لاولاد، بل بالعكس ان الميداليه الذهب كانت لفريال اشرف، فيعني كانت المرأة المصرية صاحبة بصمة في أولمبياد طوكيو اللي فاتت. يعني عبارة أو جملة ملوك الصلاة مش جاية من الفراغ. لا لا لا، يعني ده ليها تاريخ، هو يعني أو مش هبقى ملك الصلاة حتى بموسم أو بسيزون أو بطفرة أنا عاملها في وقت معين، لكن ده بسنين فاتت يعني.
لكن احنا مثلا قطاع الباسكت شهد طفره كبيره جدا، او السنه اللي فاتت الاهلي محقق العلامه الكامله 5 بطولات من 5 بطولات، كان اداء مميز جدا. احنا شايفين انه ده السنه دي هو استكمالا اللي انت عملته او انت اشتغلت عليه السنين اللي فاتت. احنا دلوقتي بنحتل صداره الدور الترتيبي في دوري السوبر لغايه بعد نهايه الجوله 11، فاضل 3 جولات بس يكون ينتهي الدوري. لكن طبعا هو الدوري توقف عشان خاطر استعدادات المنتخب لتصفيات كاس العالم اللي هتتلعب عندنا هنا في مصر في اسكندريه نهايه الشهر الجاري من 24 ل 27 2، فهتكون برضو ده تحدي كبير ان شاء الله. في 6 لعيبه من النادي الاهلي موجودين في قوام المنتخب الوطني، فيعني الاهلي مش انت مش بتدور على انت تفوز وبس، لا انت كمان ليك بصمه في المنتخبات القوميه في كل احنا لسه بنتكلم على منتخب الهاندبول، في 6 لعيبه من النادي الاهلي كانوا مشاركين مع منتخب اليد من عناصره الاساسيه ومن قوامه الاساسي موجودين معاه في بطوله العالم اللي كانت في بولندا وفي السويد. فالاهلي يعني هو مسيطر. الداعم الاكبر لكل المنتخبات الوطنيه في مختلف الالعاب يعني.